هجمات غامضة وخطيرة بالطائرات المسيرة المفخخة جاءت واستهدفت عمق الأراضي الروسية في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس وفي توقيتات مهمة ومثيرة للغاية. طبعا وكالة رويترز والأسوشيتد بريس والبي بي سي كلها أكدت الكثير من التفاصيل مما جرى، بل إن وزارة الدفاع الأوكرانية كانت هي أولى الأطراف المهمة التي تحدثت عن هذه الانفجارات الغامضة التي جاءت على العمق الروسي، ولكن في نفس الوقت هي لم تتبنى هذه العملية أبدا. وبالتالي لكي نعرف ما الذي جرى، فإن الهجوم كان حاضرا على شبه جزيرة القرم هنا التي ترونها والتي تسيطر طبعا عليها روسيا وعليها نزاع كبير، وبأن هذا الهجوم أساسا كان موجها بشكل مباشر على إحدى المدن التي تأتي إلى شمال شبه جزيرة القرم ألا وهي جانكوي. هنا تحديدا كان الهجوم حاضرا، وهذا الهجوم كان قد استهدف شحنة للصواريخ على السكة الحديدية الخاصة بمدينة جانكوي، وهذه الصواريخ هي من نوع كاليبر NK التي تستخدم فيها العادة من قبل الغواصات الروسية، وبالتالي هذه الشحنة فعلا كانت موجودة في هذه المدينة وتم استهدافها بشكل غامض كما تحدثت إدارة الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية وكذلك وزارة الدفاع الأوكرانية. ولكن حاكم جانكوي سرعان ما تحدث وقال بأن الهجوم كان بطائرات مسيرة مفخخة هي التي قامت بالهجوم على هذه الشحنة ودمرتها بالتمام والكمال، وبأن المنظومات الدفاعية أساسا كانت حاضرة في التصدي على بعض من هذه الطائرات، وفعلا تصدت لبعض من هذه الطائرات المسيرة، ولكن في نهاية المطاف الهدف تمت إصابته بنجاح كبير. وطبعا كانت هنالك لقطات مصورة من طبيعة هذه الهجمات ليلة يوم أمس، وسنلاحظ عندما نستمع إلى الصوت كيف أن الانفجارات كانت مدوية أساسا على هذه المدينة المهمة جدا على جانكوي. لم يعرف أحدا ما الذي يجري، ولكن من الصوت العالي أساسا لهذه الهجمات لاحظوا بأن طائرات مسيرة تهاجم عددا من النقاط، وهذا هو الفيديو قد يكون هو الأوضح والذي سنستفد منه من أجل معرفة بالضبط أين جاءت هذه الضربة، في أي نقطة، أين كان هذا المصور يقف. هي مسائل مهمة طبعا، ليس هنالك وضوحا للصورة كما نلاحظ الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس، ولكن هنالك بعض النقاط التي ستساعدنا مع عدد من المعلومات الموجودة طبعا من القادمة حول تفاصيل هذا الهجوم. سنلاحظ هنا بأننا مبدئيا في بداية هذا التصوير بأننا أمام شجيرة أولى وشجيرة ثانية، وهنالك منفذ، وهنالك نقطة كما نلاحظ وسطية تقريبا عشبية، طبعا هذه الانعطافة فيها توضح بأننا أمام منفذ آخر، أي أن منفذ نقطة فاصلة منفذ كما هو واضح، وبعدها تأتي هذه الشجيرات المهمة التي ترونها طبعا. وعلى هذا الأساس أيضا عندما قام بعملية التفافة بسيطة لهذه الصورة فوضح وتمكن من تصوير نقطة الانفجار وإصابة الطائرة المسيرة للهدف الذي كانت تبحث عنه، ظهر طبعا هذا المبنى بشكله المميز طبعا، وأيضا أن هنالك مسافة بينه وبين هذا المرتفع. هو في حقيقة في منطقة سكنية، وبالتالي هو ليس مرتفع أو جبل أو تل، هو طبعا نقطة أو منزل كما هو واضح، وهو طبعا كان يصور من هذه المنطقة على هذا الفرع كما لاحظنا في المقطع، وتمكن من التصوير من هذه الزاوية، تمكن من معرفة طبعا هذا الانفجار الذي جاء بهذا الاتجاه، وأيضا هذه النقطة نوعا ما توضح أن هنالك منزلا في الوسط من هذا الاتجاه كان واضحا. بعد ذلك طبعا جاءت عندما قام بالركض وبدأ بالركض هذا الشخص الذي كان يصور هذه الحادثة، ظهرت هذه الشجرة، ظهر منفذ بجنبها، بعدها جاءت مرة أخرى شجرة أخرى، وجاء هذا العمود وخلفه طبعا شجيرات واضحة، وأيضا نفس العمود الذي تحدثنا عنه مع عمود آخر وشجيرات أصبحت أكثر وضوحا ووصل أيضا إلى التقاطع، واضح بأننا أمام تقاطع من هذا الفرع، وأيضا بأننا يجب أن نتذكر بأننا في منطقة سكنية ليست منطقة خارجية، واضح بأننا وسط هذه المدينة. الأضوية توضح لك أيضا من الانفجار بأنها أساسا حقيقة هذه سكة الحديد التي تأتي، وبالتالي هذه منطقة قريبة على هذه النقطة، أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة، وطبعا بالأغلب من هذه الطائرات واضح بأنها كانت قادمة من نقاط سيطرة القوات الأوكرانية مباشرة على جانكوي. وبالتالي إذا ما أخذنا بهذه العلامات واقتربنا من القمر الصناعي لكي نحاول أن نعرف فعلا أين هي النقطة بالضبط، النقطة بالضبط التي يبدو بأن الأوكرانيين كانوا يمتلكون معلومات
الاستخبارية حولها. الآن بالتوقف هنا بهذه المنطقة فسنلاحظ بأن هذه هي السكة الحديدية، مناطق سكنية هنا، مناطق سكنية مكتظة هنا. الواضح بأننا عندما تمت عملية التحرك بهذا الاتجاه من الطائرات المسيرة فيرجح بأننا أمام هذه المنطقة تحديدا، وأيضا الطائرات المسيرة عندما قامت بعملية الاستهداف في حقيقة الأمر فإنها لن تستهدف هذه الشحنة وهي تتحرك الأكثر منطقية في الليالي في الساعات الأخيرة من الليل، من الممكن ومن المفترض أن تستهدف وسيكون الهدف أكثر سهولة إذا كانت هذه الشحنة متوقفة. وبالتالي هذا يعني بأننا دعونا نبحث عن نقطة تتوقف فيها القطارات والشحنات في هذه السكك الحديدية أو هذه السكة الحديدية المهمة. وعندما نقترب طبعا من هذه المنطقة سنلاحظ أن الصورة توضحت، وسنلاحظ بأننا هنا بهذه المنطقة إذا ما اقتربنا قليلا سنلاحظ بأن هنالك توقف للشحنات، لهذه طبعا الشحنات الكثيرة التي تأتي عبر هذه المدينة. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نعرف قليلا الآن، ودعونا نرجع قليلا هنا لكي نصحح هذا الموقف ولكي نأخذ العلامات بشكل أصح وبشكل أدق، سنلاحظ بأننا هذه السكة هذه نقطة التوقف، وهذا يعني بما أن الطائرات ممكن أن تكون قادمة من جهة خيرسون فهذا يعني بأن هذه التقاطعات قد تكون هي الأقرب مقارنة بالتقاطعات الأخرى، أي بمعنى آخر بأننا علينا أن ندقق بالتقاطعات الموجودة القريبة لأن الانفجار جاء قريبا، يجب أن ندقق واحدة واحدة لكي نعرف أين جاءت. ولكن التقاطع الثالث الذي أشرته لكم الآن هو يعطينا فرصة كبيرة جدا لمعرفة هذه المنطقة طبعا، وفعلا هنالك تطابق واضح خاصة إذا ما قمنا بالاتجاه 180 درجة من هذه النقطة سنلاحظ بأن كل شيء أصبح واضحا ومتطابقا. لنأخذ صورة أوضح قليلا ولنتوقف هنا، وسنلاحظ بأننا أمام منفذ، هذه نقطة أخرى منفذ، وسنلاحظ أيضا بأن هذه الشجيرات كانت وهي واضحة هنا كما تلاحظون، وأيضا بأننا أمام هذا هو المنزل الذي كان ظاهرا طبعا إلى الشمال، هنالك مسافة هذا منزل آخر طبعا، وهذا يبدو المبنى الذي كان ظاهرا إلى الخلف قليلا، يوضح بأن المصور كان يقف هنا عندما كان يصور بهذا الاتجاه وبعد ذلك بدأ يصور بهذه المنطقة وكان يرى الانفجار من هذه الزاوية طبعا. وهذه هي طبعا الشجرة الأولى، المنفذ، الشجرة الثانية، وهذا هو العمود الأول الذي ظهرت خلفه الشجيرات، وطبعا هذا هو العمود الثاني. إذن كل شيء متطابق حتى وصل إلى نقطة التقاطع واستمر بعملية التصوير. إذن هذا الاتجاه إلى أين يتجه؟ عندما تبتعد في القمر الصناعي قليلا مع التأكد من هذه التفاصيل لكي نعرف أين بالضبط جاءت هذه الضربة، فإنك ستلاحظ أن الاتجاه يتجه إلى نقطة توقف الشحنات بشكل عام، وواضح جدا بأن كانت هنالك شحنة لصواريخ كاليبر موجودة هنا في هذه المنطقة. وهنا المثير، وهذا الأمر المثير في هذه القضية، بأنك عندما تلاحظ طبيعة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم فأنت أساسا هذه النوعية من الصواريخ هي تستخدم في سيفاستوبول في هذه القاعدة، لأنها تستخدم من خلال الغواصات طبعا لكي تهاجم الأراضي الأوكرانية، شهدنا هذا الأمر كثيرا. الصواريخ طبعا تصل مداها إلى 2500 كيلومترا، وبالتالي ليس هنالك ارتباطا في هذه السكة الحديدية الواضحة بأنها تمتد بشكل مباشر بهذه الطريقة إلى سيفاستوبول قادمة من مضيق كيرش طبعا، وهذا الجسر المهم الذي ترونه هنا والذي تمتد منه أيضا سكة حديدية. وبالتالي هذه الصواريخ ببساطة وباختصار أنها اتجهت من الأراضي الروسية إلى طبعا شبه جزيرة القرم، وبعدها وصلت إلى جانكوي التي تعتبر عقدة المواصلات هنا لكي تنتقل بعد ذلك إلى سيفاستوبول. ولكن واضح أن الأوكرانيين كان لديهم أكثر من فقط هجوم، بل أن كان لديهم معلومات خطيرة جدا استخبارية تمكنوا من خلالها تحقيق هذا الهجوم الذي طبعا نتحدث عنه. كانت هنالك أشلاء لهذه الطائرات المسيرة التي حققت هذا الهجوم الناجح، مثل هذا الجناح لهذه الطائرة، هنالك صورة أوضح لجناح الطائرات التي استخدمت. وبشكل مثير أن هذه الجزئية وهذا الجزء وهذا الجناح الخلفي لهذه الطائرة المسيرة هو يتشابه تماما ويتطابق مع هذه الطائرة التي ترونها أمامكم وهي ميوجن 5 برو. إذا ما لاحظنا وركزنا على الجزء الخلفي لهذه الطائرة ستلاحظ لا شيء مختلف أبدا، وبالتالي أنت أمام فعلا أمام هذه الطائرة التي تصل قيمتها إلى أقل من 10,000 دولار، بالتالي هي طائرة رخيصة للغاية، وأيضا بأن هذه الطائرة قادرة على حمل المتفجرات على مستوى وبحجم 25 كيلوغراما من المتفجرات، وأيضا تستطيع أيضا التحليق على طول ساعة
سبع ساعات من الممكن لهذه الطائرة أن تحلق طبعا في الأجواء، وتستطيع أيضا الطيران بسرعة كبيرة، سرعة جيدة في الحقيقة، ليست سرعة كبيرة، تصل كأقصى حد إلى 150 كيلومترا في الساعة الواحدة. طبعا هذا الهجوم الذي يأتي بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس، هو يأتي بعد أقل من 12 ساعة فقط من وصول الرئيس الصيني إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة ستستمر لمدة 3 أيام، ونحن الآن في اليوم الثاني من هذه الزيارة المهمة. وأيضا هذا الهجوم بالطائرات المسيرة هو يأتي أيضا بشكل مثير بعد تقريبا أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم بنفسها، وبعد ذلك زار ماريوبول وتوجه بعد ذلك مباشرة لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبالتالي فعلا هنالك رمزية كبيرة جدا في هذا الهجوم، الهجوم هذا بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم تحديدا هو خطير للغاية. كلنا نتذكر ما الذي جرى في أكتوبر العام الماضي من هذا الهجوم على هذا الجسر الذي يأتي على مضيق كيرش والذي يربط المناطق الروسية بشبه جزيرة القرم. كانت ضربة ليست بالعادية أبدا، وطبعا فلاديمير بوتين انزعج منها، وجدها بأنها ضرب للبنى التحتية، وبدأ بعد ذلك بضرب البنى التحتية الأوكرانية، ضرب المنشآت الطاقة، استخدم الطائرات المسيرة من طائرات شاهد 136، صواريخ الكروز، صواريخ كاليبر NK وغيرها من نوعيات كاليبر التي نتحدث عنها اليوم. وبالتالي هذا الأمر مستفز للغاية بالنسبة لفلاديمير بوتين، خاصة وأن هنالك وجهة نظر في هذه المسألة وهي التي ستفسر لماذا روسيا بعد هذا الهجوم مرجح تماما أن تقوم بمهاجمة القوات الأوكرانية، أمر خطير للغاية وخط أحمر. إذا ما لاحظنا هنا أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وأخذنا الأمور من وجهة نظر روسيا، لماذا هي تنزعج أساسا من شبه جزيرة القرم؟ هذه المسألة طبعا عندما نأخذ وجهة النظر الروسية ونحاول أن نفهمها، سنلاحظ بأن في عام 2014 عندما انقلب النظام وكانت هنالك تظاهرات في الداخل الأوكراني، تغيرت طبعا الحكومة الأوكرانية وأصبحت حكومة موالية للغرب من وجهة نظر روسيا، وروسيا طبعا تعتبر هذا الأمر سيفتح الباب لأن أوكرانيا ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وتصبح عضوة في هذا الأمر، وبعد ذلك تقدم للوصول إلى حلف الناتو. وطبعا حلف الناتو يحيط بروسيا عندما نأخذ وجهة النظر الروسية، هي موجودة في كل مكان، وبالتالي إذا ما انضمت وانضم أو أوكرانيا انضمت إلى حلف الناتو ستعطي قدرة كبيرة لحلف الناتو أن يكون هنا بهذا الاتجاه، طبعا يكون له أكسس هنا، يستطيع سيحصل على نفوذ كبير على الأراضي الروسية التي ترونها هنا، طبعا هنا موسكو كما تلاحظون وهنا بهذا الاتجاه، هذه كلها روسيا طبعا. وبالتالي بالنسبة للناتو والخطر الكبير في هذه المسألة، إن ما تم هذا الأمر وأصبحوا أمام أمر واقع في عام 2014 من وجهة النظر الروسية، وجدوا إن تم هذا الأمر فإن الناتو لن يكون فقط موجودا في البحر الأسود وشمال البحر الأسود، بل إنه ستكون له تواجدا أيضا في شبه جزيرة القرم وقدرة مائية كبيرة بالتواجد هنا لعملية تهديد روسيا من وجهة النظر الروسية. على هذا الأساس بمجرد ما تغير النظام وجرت التحولات في كييف قالوا بأننا لا نريد هذا الأمر هنا، واتخذوا قرارا بالتواجد في شبه جزيرة القرم وضموها لهم بعد عملية استفتاء. وبعد ذلك طبعا زيلينسكي تحرك عددا من التحركات في فترة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وجدت روسيا بأنها خطرة، وجدوا بأن هنالك دعوات ومحاولة للانضمام للناتو، وبالتالي نريد أن نبعد هذا الأمر، وأطلقوا العملية العسكرية الروسية طبعا، وبدأوا بعملية وتمكنوا من الدخول بهذا الشكل إلى شرق أوكرانيا، تبدو هنا إلى الغرب طبعا، وأيضا حاولوا أن يهددوا كييف ولكنهم لم ينجحوا في النظام. وبالتالي بشكل عام ودافع عن نفسي لا أعطي نفوذا، وهذا سيفسر ويفسر الكثير لماذا شبه جزيرة القرم والهجوم عليها يعتبر خطرا كبيرا جدا على الأوكرانيين، ويفسر الكثير من الهجمات التي قد نراها في الأيام القليلة القادمة. وطبعا هذا قد يعني ببساطة هجوم بالطائرات المسيرة رد روسي على الأوكرانيين، يعني قد تكون هذه مبادرة السلام الصينية التي تشكك بها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والناتو يشككون بمقدرتها على النجاح، هي قد تعني ضربة كبيرة للغاية لمبادرة السلام، وأنها قد تكون انتهت قبل أن تبدأ إذا ما شن طبعا بوتين هجوما كبيرا، خاصة هنالك تطورا أيضا جاء قبل ساعات من الهجوم بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ألا وهو طائرات B-52، طائرتين من طائرات B-52 كانت تحلق فوق البلطيق أو بحر البلطيق، وجاءت طائرات سوخوي 35 الروسية وهي تحلق بجانب هذه الطائرة النووية القاذفة النووية الكبيرة التي تعتبر وحش السماء الأمريكية طبعا، وطائرة مهمة للغاية
اقتربت من البحر البلطيق، اقتربت من الأراضي الروسية، وقاموا بعملية مشاغلتها بالتصدي لها القوات الروسية في لحظات خطرة أن تقترب من هذه القاذفة النووية. هو يعني بأنك مستعد للقيام بالكثير من الأمور والعمليات. وظهرت بالفلايت ريدر هذه الطائرة كيف أنها انعطفت بعد عملية المشاغلة من هذه الطائرات. هنا هذه طائرة B-52، وهذا هو التسجيل الذي تلاحظونه الخاص بهذه الطائرة التي فعلا هي اقتربت أساسا. إذا ما جئنا ونحسبها طبعا هي وصلت تقريبا إلى سينت بيترسبرغ هنا للمرة الثانية على التوالي خلال تقريبا 8 أيام أو أقل من 8 أيام، وتمكنت من تحقيق هذا الأمر. وطبعا وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن تفاصيل ما جرى وقالت بأننا تصدينا لطائرة B-52، لا حرج من هذه المسألة. في المقابل أن الأوكرانيين تسلموا أيضا 8 دبابات من دبابات ليوبارد التي ترونها الألمانية الصنع قادمة من نوروي من النرويج. جاءت الصور بهذا الشكل لهذه الدبابات في مرحلة تصعيد خطير وتجهيز من قبل الأوكرانيين للقيام بالهجوم على القوات الروسية. بالإضافة أيضا أن بلومبرغ اليوم تحدثت ونقلت عن طريق جون كيربي المتحدث باسم المجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، تحدث بأنهم بدأوا يسرعون من دبابات ودخول دبابات أبرامز الأمريكية إلى الداخل الأوكراني. هناك ضغط كبير، يريدون تحقيق نتيجة على أرض المعركة. في المقابل أيضا بريكوجين وهو قائد قوات فاغنر أرسل رسالة كما تلاحظون هنا في 20 مارس من عام 2023. أرسل هذه الرسالة إلى وزير الدفاع الروسي وهو شويغو، وقال له ببساطة: نحن نسيطر على 70% من مدينة باخموت التي تجري فيها الكثير من المعارك المهمة، ولكن أيضا نحتاج منكم للدعم لأن الأوكرانيين يجهزون لهجوم لضرب الأجنحة الخاصة بقوات فاغنر طبعا التي تحاول محاصرة وإغلاق الطرق على باخموت. ودعونا إذا ما حاولنا أن نقترب هنا من مدينة باخموت لكي نفهم ما الذي تحدث عنه ويتحدث عنه هذا القائد المهم وهو بريكوجين. هو يتحدث ببساطة وسبق أن تحدث عن هذه المسألة، يقول بأن القوات الأوكرانية تتحشد في سلوفيانسك، تتحشد في سيفريسك، وتحشدت أيضا في تشازفيار، وتحشد في كوستانتينيفكا، وسيكون هنالك هجوما على هذه الأجنحة التي ترونها أمامكم هنا التي تعمل بشكل مكثف من أجل محاصرة وغلق الطريق على باخموت. يجد بأن تشازفيار ستأتي قوات منها بهذا الشكل، من كوستانتينيفكا، من سلوفيانسك أيضا لمشاغلة قوات فاغنر التي تقوم بالكثير من العمليات هنا، وأيضا قادمة من سيفريسك، وسيضربون تماما كل الجهود التي يبحثون عنها. وبالتالي ما يقول هنا قائد فاغنر بأننا نريد منكم أيها الروس أن تقدموا شيئا لنا من وزارة الدفاع لأننا أمام هجوم وقد نفشل في هذه العملية، ويفشل كل شيء على المستوى الكبير جدا بالنسبة لهم، وهو مستوى السيطرة، المستوى المعنوي طبعا. وهذه أهداف، لأنهم يبحثون عن أهداف مهمة. هم يريدون الروس بعد السيطرة على باخموت أن يسيطروا على تشازفيار ويسيطرون على كل هذه المدن التي ترونها الكبيرة، وبالتالي تنتهي بالنسبة لهم إقليم دانييتسك ويصبح إقليما رسميا بالنسبة لهم. وإذا ما اقتربنا فإن القوات فاغنر تحقق لا زالت الكثير من النتائج طبعا في هذه المعركة، إذا ما أخذنا صورة أوضح من القمر الصناعي لتتحدث لنا. وسنلاحظ طبعا إذا ما عدنا قليلا بالتاريخ، إذا ما لاحظنا هنا هذه الصورة لنعود هنا التاريخ طبعا 21 مارس، عندما تعود إلى 20 مارس وتلاحظ وتقترب من هذه المنطقة الجنوبية أساسا، ستلاحظ كيف الأمور قد اختلفت بيوم واحد. لاحظ كيف اقتربت، كيف هي تحاول أن تزحف طبعا بالنسبة لقوات فاغنر. هنالك أيضا نوعا ما من الشمال بهذا الاتجاه، نوعا ما بعض التغير البسيط، ليس هنالك تغيرا على ما يبدو، ولكننا بالعكس هنالك تقدم بهذا الاتجاه. بالتالي تقدم بطيء صعب، الأجنحة قد تواجه مشكلة كما يتحدث بريكوجين، وبالتالي نحن أمام لحظات صعبة فعلا في هذه المعركة، لحظات لن تكون للتهدئة أبدا كما يتصور البعض في ظل كل مبادرات السلام التي رأيناها بين السعودية وبين إيران. ويتمنى الكثيرون أن تنتهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ولكن يبدو أن الأمور ستطول، وسنحاول أن نحقق ونكتشف تفاصيلا أكثر فيما جرى اليوم وما ممكن أن يجري في المستقبل.